مشاهدينا الكرام على الوطنية الأولى، مرحبا بكم جميعا في تونس الاقتصادية في عدد يوم الجمعة 3 ديسمبر 2021. أهلا وسهلا بكم في المتابعة، تحية كل الفريق العامل معي هذا المساء. موضوع اليوم السيارات الشعبية، في الحقيقة استجابة لرغبة العديد من المشاهدين، يحبوا يستفسروا، يحبوا إجابات شافية من الإدارة التونسية حول موضوع التوريد، موضوع الجودة، موضوع الأسعار أيضا. يقول لك علاش هي تتصنع السيارة الشعبية ب 10,000 ولا ب 9,000 دولار البرة، وتجي في تونس وتتسوق ب 30 مليون، ثم أنه أنا نقيد في بونو ويجيني كان بعد 5 أو 6 سنين، علاش هذا كل؟ نحب مع ضيوفي الكرام اليوم نسلطوا الضوء على هذا الموضوع ونفيدوهم بأكثر ما يمكن من المعطيات. سعيد جدا باستقبال العميد الياس بالخير ممثل الديوانة التونسية، أهلا وسهلا بكم. شكرا، شكرا على الاستضافة وتحية للسادة المشاهدين. مرحبا بك سي لطفي الرياحي، رئيس منظمة إرشاد المستهلك، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. مرحبا. وأيضا سي طبعا مهدي محجوب، الناطق الرسمي باسم الغرفة الوطنية لوكلاء بيع وتصنيع السيارات، بارك الله مرحبا فيك. أهلا وسهلا، نبدأ معكم هذه الحصة بهذا التقرير ثم نبدأ النقاش. قطاع بيع السيارات قطاع تنافسي يضم أكثر من 30 وكيل بيع سيارات وما يفوق 48 علامة تجارية تروج في الأسواق التونسية، قطاع شهد ركودا خلال السنة الماضية ليسجل هذه السنة ارتفاعا بنسبة 26% مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة. ويلمس وكلاء ومصنعو السيارات في قانون المالية المنتظر للسنة القادمة تشجيعا على بيع السيارات الهجينة، ومن بين السيارات التي تم بيعها خلال هذه الفترة عدد من السيارات الفاخرة التي تخضع إلى معاليم ديوانية كبيرة. الإدارة العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة والتنمية الصادرات أكدت أن أسباب ارتفاع نسبة المبيعات كان بسبب انفراج الأزمة الصحية. وقد وضعت وزارة التجارة والتنمية الصادرات تصوراً جديداً لمنظومة قطاع بيع السيارات في إطار مزيد الضغط على الأسعار. ويعد هذا الارتفاع النسبي في مبيعات السيارات دليلاً على تحسن المؤشرات الاقتصادية بالبلاد حسب الناطق الرسمي باسم وكلاء بيع وتصنيع السيارات. إذن مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، يلتحق بنا مرحبا بك سي فتحي بدور ممثل وزارة التجارة مدير وزارة التجارة، أهلا وسهلا بك. شكرا على الاستضافة، مرحبا بك والسادة المشاهدين. قداش عنا متلميناش هكا تقريبا القطاع هذه المدخل في السيارات تقريبا ولا تجتمعوا في لجان مشتركة ربما؟ لا احنا نجتمعوا ديما ديما تجتمعوا به. طيب اذا ما خيرش من انه نبداو بالحقيقة المستهلك والمواطن. معنا طبعا سي لطفي الرياحي. سي لطفي، شنو هي الاشكاليات اللي مطروحة في هذا القطاع بالذات؟ في هذا القطاع بالذات اشكاليات عديدة كما سلفت تذكر، الانتظار الطويل نتاع المستهلك، الجودة، سيرفيس ابريفونت مصلحة ما بعد البيع، قطاع الغيار، السعر وما أدراك ما السعر، اللي السعر كما قلت هو أكثر من 200-300% مقارنة بالسعر الأصلي متاع السيارة. هذه هي عديد الإشكاليات هذه، والتونسي في النقل اللي نشوفه فيه ملزوم عليه باش ياخذ سيارة، لكن كيفاش باش ياخذها؟ القرض زادة متاع السيارة اللي البنوك تاخذ أكثر من 40%، فبديك تاخذ أنت قرض على السيارة تدفع قرابة 40% من الفائدة للبنوك. هذا الكل من التونسي عاني فيها، والتونسي قاعد تعب في برشا في حكاية السيارات الشعبية وغيرها. طيب أنت طرحت مسألة مهمة، نبدأ ساعة بالأسعار. الحقيقة معناتها مشطة ولات أسعار السيارات الشعبية رغم الامتيازات الجبائية المخولة لوكلاء البيع، وأيضا نحب نعرف وزارة التجارة كيفاش قاعدة تشرف وتنظم هذا القطاع. سي فتحي نبدأ معك، السعر علاش مرتفع نتاع السيارة الشعبية؟ هذا تساؤل أنا نقله باسم السادة المشاهدين. شكرا مرة أخرى. في الحقيقة إذا كان قارنوا أسعار السيارات الشعبية نبدأ بالمقارنتها بالأسعار نتاع السيارات الأخرى. معناها توا تقريبا الهامش الفارق بين السيارات معناها من نفس الصنف بين السيارات الشعبية والسيارات الأخرى يصل حتى ل 19,000 دينار. دونك الحقيقة هي هذا فارق واضح، لأنه يعني الارتفاع مسجل في الأصناف الكل.
الأسباب عديدة، الأسباب من أهم الأسباب هو طيب سمحني علاش مسمينها شعبية من السيارة؟ إذا كان هي ما قارنوها بسيارات أخرين نوليو نحو صفة الشعبية على السيارات هذه؟ لا معناها احنا معناها هي شعبية ما بين 20,000 دينار و 29,000 دينار باش نقارنوها بشنو؟ نقارنوها ب 2010 ولا نقارنوها بأسعار السيارات الأخرى خمسة أصلا لا تقارن بأسعار ما نقارنوش بسيارة مثلا من خمسة خيول وستة خيول، هذه سيارة شعبية لأصحاب الدخل المتوسط والضعيف. علاش راهو احنا مش نلقي في اللوم على وزارة التجارة، احنا نحبوا نفهموا المنظومة علاش الشيء هذا الأسعار هذه بدأت ترتفع ولا وكلاء، نحبوا نفهموا يعني نحبوا نقدموا الحلول. تفضل سيدي. شوف هو معناها بالنسبة لوزارة التجارة بالنسبة للمعاليم الجبائية تقريبا معناها الضغط الجبائي بالنسبة للسيارات الشعبية منحصر في 7% في الأداء القيمة المضافة، يعني تقريبا الضغط الجبائي ما فوتش 10%، وهذا معناها قبل كانت تخلص اكثر معناها هذا بمقتضى الامتياز الجبائي اللي تاخذ السيارات هذه. نعم. وبالنسبه لوزاره التجاره حتى هامش الربح السيارات هو 1000 دينار. يعني محدد كل ما تدخل سيارات يتم تحديد هامش الربح ب 1000 دينار ونتبعه معناها مش بالضروره. بالنسبه لوكيل البيع. بالنسبه لوكيل البيع. عنده مليون في الكهرباء. عنده مليون في الكهرباء. والكوتا قداش الحصه نتاعو؟ الحصة عنده سيارة هي كانت 500 سيارة بالتنسيق مع الوكلاء وبالمجهود الوزارة وصلت الألف سيارة بالنسبة للوكيل الواحد. والحصة الجملية 50,000 سيارة تقريبا. لا لا بالنسبة للسيارات الشعبية نحكي على السيارات الشعبية الحصة الجملية هم الوكلاء اللي يحب يرغب في الدخول في البرنامج هذا ينجم يدخل معناها توا تقريبا عن 11 وكيل اللي هم مشاركين في البرنامج السيارات الشعبية. ووكلاء البيع سي مهدي محجوب، انت تمثل الغرفة الوطنية وكلاء البيع لكونسيسيونير يعني في تونس، يقول لك انا ما تربحنيش السيارة الشعبية ما نخدمهاش، وقت اللي هي يعني اصحاب المقدرة الشرائية الضعيفة يقول لك انا محتاج سيارة شعبية، وقت اللي نلقاو من تقريبا من 30 وكيل بيع في تونس 11 منخرطين في هذا البرنامج، هنا نتسائلوا الحقيقة هل انه منطق الربح هو الذي يهيمن على هذه المسألة ام انه يعني ربما المنطق انه لانه في نهايه الامر انتم وكلاء بيع، يعني كل واحد عنده دار للبيع دار سيارات بطبيعه، هناك ما يسمى بالمسؤوليه الاجتماعيه. اول حاجه بارك الله فيك مره اخرى، اولا ال11 هذوما ولا 12 هما الوحيدين اللي عندهم، خاطر فما سيارات وانواع سيارات ما تنجمش تجيب سياره شعبيه. علاش سياره شعبيه شنو هي؟ لازم تكون اقل من 1.2 لتر، ويزم تكون البيسانس فيسكال معناتها قوة جبائية، قوة جبائية 4 خيول. دونك مش الأصناف تاع السيارات الكل الأنواع عندهم التصنيف هذي. نحن نرجع لتاريخ السيارة الشعبية، وقتاش تسميت هي سيارة شعبية؟ وقت اللي كانت ب 10,000 دينار و 9,000 دينار. صحيح. شنو اللي تبدل؟ فما زوج حاجات تبدل. أول حاجة الكماليات نتاع سيارة قبل نتاع 10,000 دينار لا تلقى فيها فيرميتور سنترال، لا تلقى فيها كليماتيزور، لا تلقى فيها بوست راديو، لا تلقى فيها ايرباك، لا تلقى فيها ابيس اساسيات، تلقى الاساسيات. اليوم التونسي تجيب له سياره، المواطن التونسي الكونسوماتور تجيب له سياره من غير كليماتيزور ما يشريهاش، ومن غير فيرميتور سنترال ما يشريهاش. دونك فما كماليات نتاع سيكوريتي معناتها نتاع معناتها سلامه، وفما كماليات نتاع رفاهيه. هذه حاجه. دونك فما سعر السيارة بالكمية هذوما طلعوا، وفما أهم حاجة هو سعر صرف الدينار. وقت اللي بديت السيارة الشعبية ممكن عام 94 ولا 95 كان الدينار أقوى من الدولار. اليوم جبت لكم معناتها امتي جراف من 2010 سنين الأخراني، الدينار الدولار معناتها كان 1.89، اليوم 3.3 لورو يا ربي سمحت، الدولار كان 1.3 توا 2.92. اي لكن هذا لا يبرر بعد اذنك لا سامحني، لا يبرر انت 10,000 دولار قلت لي ثم نوع من السياره كان ب 10,400,000 اللي هو فيه جميع الكماليات وتسوق في فتره التسعينات. عام قداش؟ في فتره التسعينات. اي نعم. علاش اليوم ولا ب 32 22؟ على خاطر التسعينات قداش كان اللورو؟ 1.2 1.2 جميع الكماليات 1.2 ولا؟ اي اليوم 3.3 ثلاث مرات. معناتها الكهرباء اللي كانت ب 10 مليون تتباع ب 30 مليون. به هذيك كما قال سي فتحي، راهو سعر السياره الشعبيه فيه فيه 1000 دينار ربح خام قبل ما تخلص خدامتك وقبل ما تخلص الكراويت وقبل ما تخلص الضوء. فهمنا؟ معناتها هذا محدد. وقت اللي احنا نجيبوا سيارات شعبيه نمدوا الفاتورات لوزاره التجاره وهي تحدد السعر.
فاليوم بالحق معناتها كان نحبوا ننوروا المستمعين والكونسوماتور، راهو الدينار انزلاق دينار هو اللي خلى السياره كيما هذا السياق الدولي هذا هذا سياق البالي الدولي هو الاقتصاد. يقول انا شنو دخلي نخدموا على رواحنا سي مهدي، دخلي نخدموا على رواحنا. احنا شكون شكون يقوي الدينار؟ احنا باش نقويوه بالخدمه، نقويوه بالخلاص الاداءات للدوله. لكن ثم نسبه تدين كبيره برشا على بالك اللي القروض، وانت تعرف جيدا يعني الوضعيه 800 مليون دينار باش باش نرجعوه اللي هي القروض نتاع الاستهلاك. المواطن يقول لك انا ما عادش نجم مش نزيد سياره شعبيه، ما عادش نجم. 800 مليون دينار هي حجم القروض التي اسندت للاستهلاك. تصور 800 مليار يعني هنا مش تقول له انا تزيدني انا 30 مليون. راهو احنا هنا الحقيقه يعني الناس كلمونا بالحقيقه منشغلين برشا ومتقلقين برشا من موضوع السيارات الشعبيه. يقول لك هي الملاذ الوحيد اللي قعدت لنا احنا. انت احنا راه مش نلوم عليكم يا سي مهدي، لا احنا نفسروا انتم صناعه راهو على فكره تو نجيو لجانب الصناعه اللي انتم ماكمش قاعدين تصنعوا زاد في السيارات. عندنا زوج شركات في تونس تصنع في وقت اللي هي غرفه نتاع تصنيع وبيع. تفضل كمل. انت قلت كلمه من الاول هايله، قلت علاش السياره ب 10000 دولار نلقاها ب 30 مليون؟ على خاطر اليوم 2.92 دولار. ها هو الجواب. قبل كان صحيح الدولار 1.2 و1.3 كان 13 مليون. اليوم لازم نفهموا راهو الدولار 2.92 باش نرجعوه وين كانوا. لازم الناس كل تخدم والناس كل تخلص اداءاتها ونقوي ما يرد الدوله. هذا هو الحل الوحيد. سينو باش يمشي الدولار ل3.5 والاورو باش يمشي ل5. يعني لا رجوع في الاسعار؟ الا اذا يرجع الدينار يتقوى. تصور انت اليوم يصبح الدينار مقابل يساوي 1 دولار كما كان 20 سنه لتالي. هذا مرتبط بنسبه النمو. نمو الخدمه باش نسبه النمو يعني حتى التقديرات نسبه النمو ماهيش ربما بتاع 6 و7 و8 الى حد الان حسب الظروف اللي تمر بها تونس. نسبه النمو باش تطلع باهي فرضا بالعمل فرضا ما رجعناش الحجم الدينار في التداول في السوق الدولية. شنو نعملوا في في الموضوع هذا؟ هل انه اول حاجه وزاره التجاره انا سي مهدي بعد اذنك سي فتحي بدو تنجموش ترفعوا في الحصص انتوما وبالطريقه هذه ينجم المواطن والمستهلك يستفيد من سيارته اولا ما يقعدش يستنى الخمس سنين وثانيا السعر ينخفض نتاع السياره الشعبيه. ثماشي امكانيه في هذا المجال، ثماشي اصلاحات تشريعيه في هذا خاصه قانون عدد 8 نتاع 2019 يعني هو اللي هو يعني وئد في مجلس نواب الشعب الخاص باحداث نظام تفاضلي جبائي لسيارات الاربعه خيول. ولا شوف هو مبدئيا احنا خلينا نكملوا سعر 10000 سياره اللي احنا معناها ولا 11000 سياره اللي تم منحها للوكلاء لانه احنا نسبة الانزلاق ما تفوتش 75% 80%. وهذا علاش راجع لانه فما بعض الوكلاء فما الاصناف ما عليها قبول اكثر من اصناف اخرى. معناها مش مشكله الوكيل هو اكثر منه مشكله رغبه المستهلك في اصناف معينه. اي نعم. هذا من جهه، من جهه اخرى احنا ما زلنا عامين التالي ما زلنا كرفعنا في معناها في اثنين معناها وضعفنا الرقم هذايا ومش وحدنا راهو احنا كتجاره معناها لانه فما معطيات اخرى مربوطه بالاكراهات الميزان التجاري، فما معطيات مربوطه بالموارد الجبائيه لانه السيارات هذه على مستوى الموارد الجبائيه على مستوى الديوانه ما تخلصش تقريبا موارد معناها 7% ما تخلصش معناها دروا دو كونسوماسيون زيرو. احنا بالعكس احنا ماذا بينا اذا كان ثم برنامج يطرح وزاد شرحوا البرنامج سي فتح. احنا مبدئيا توا انت طرحت الموضوع هذا مبدئيا احنا في ال 10000 ما زلنا في 8000 سياره توا معناها انجازات. يعني مش قلت ترفيع فقط، مش قلت انجاز الحصه هذه ومش قلت زاد الحل اللي يمكن اللي نخموا فيه اكثر والتصور اللي الوزاره خدمت عليه ان شاء الله يتم تقديمه في اقرب وقت فيما يخص لانه هو تصور يخص المنظومه كل فيما يخص معناها الاسعار انه نجموا نقربوا شويه للاصناف الاخرى للاصناف السيارات الشعبيه معناها نخولوا المستهلك انه يستهلك السيارات خمسه خيول باسوام باسعار يعني تكون مقبوله بصفه عامه. يعني هذا التصور بصفه عامه بالنسبه لل طيب سناتي الى هذا الموضوع ربما برنامج وزاره التجاره بالتعاون مع شركائها في الحقيقه من اجل ربما تطوير الإطار التشريعي الخاص بهذا الميدان ووضع استراتيجية واضحة لأنه السيارات الشعبية نجحت في تونس وأقبلوا عليها التوانسة
وهي كما قلت يعني تجي تقول حلم ولا كما المنزل يعني الحقيقة يعني. طبعا نرجع لحكاية الانتظار بعد إنك سيفتحي بعد شوية وحكاية يعني التسجيل وغيره من المسائل المتعلقة باقتناء السيارات الشعبية. معنا الديوانة التونسية، مرحبا بكم. مرحبا. سيد العميد إلياس بالخير. طبعا تطرق سي فتحي منذ قليل إلى مسألة المعاليم الجبائية، أيضا احنا مشاهدينا الكرام في خارج تونس، أيضا أبناء تونس في الخارج معنيين بهذه الحلقة في الحقيقة، باعتبار وأنه هناك امتيازات جبائية مخولة لهم عند التوريد، هم حدثنا عليها سي إلياس. تفضل. شكرا. إذا لكل تونسي مقيم بالخارج بالطبيعة تتوفر فيه الشروط اللي منصوص عليها في الأمر 197 لسنة 95، هذا الأمر الحكومي هو التكست دو باز نتاع الكيريغلومون، النص الأساسي، النص الأساسي اللي نظم الامتيازات الجبائية المتعلقة بالتونسيين بالخارج. نعم. إذا لكل تونسي جنسية بالغ من العمر 18 سنة مقيم في الخارج لمدة سنتين على الأقل دون أن يتجاوز فترة إقامة بالبلاد التونسية خلال كل فترة 120 يوم عنده الحق باش يقوم بتوريد سيارة في إطار الإعفاء الكلي ولا الجزئي، كذلك عنده الحق زادة باش يزيد يورد شاحنة في إطار إنجاز مشروع، وعنده بالطبيعة الامتيازات الجبائية الممنوحة على الأثاث والتجهيزات المنزلية أثر العودة النهائية كيبدأ أون كوبل. دونك لهنا السيارة هذه فيها مواصفات يجب تكون على ملكه أول حاجة، ثاني حاجة عمرها ما يتجوزش وتسوقها زوجته وأبنائه تونجي للسياق. أول حاجة يلزم السيارة تكون فيها مواصفات أنه العمر متاعها ما يتجوزش 5 سنوات ابتداء من تاريخ أول إذن بالجولان إلى تاريخ الدخول الفعلي للبلاد التونسية. لهنا فما إشكالية في السيارات اللي جينا من الخليج ولا من دول أمريكا الشمالية كما كندا وأمريكا، لهنا يعتمدوا تاريخ الصنع ولا الموديل لير لاني دو فابريكاسيون ولا لاني دو سيركيلاسيون، وفي الخليج يعتمدوا تاريخ التسجيل. لهنا تاريخ التسجيل معناتها تسجيل السياره في الاسطول في البلاد هذيك، ماهوش تاريخ الفعلي لتاريخ اول اذن بالجوالين اللي هي. دونك لهنا ماذا بينا يحتاطوا شويه على خاطر علاش كيف يجيب السياره نتاعو ياخذها عمرها اعتمادا على تاريخ التسجيل عمرها مثلا ياخذها 4 سنين ونص وزيد شهرين وسق في البحر توصل لهنا، من بعد يتصل نعملوا له تسخير باش يجيب لنا المعطيات الفنيه للسياره باش نحدوا القوه الجبائيه نتاعها وكل شيء. مثلا يمشيو لاحد الوكلاء المعتمدين يعطيه المواصفات نتاعها، من ضمن المواصفات تاريخ الصنع وتاريخ اول اذن بالجوالين. نجيو نشوفوا تاريخ اول اذن بالجوالين نلقاوه يرجع 6 شهور ولا 8 شهور التالي، يولي عمرها 5 سنين و3 شهور 5 سنين و4 شهور. دونك تولي ما نجموش نطبقوا عليها القانون تاع العفاء. هنا يقرا حسابه المواطن يقرا حسابه. فوالا لهنا ماذا بينا دول الخليج ودول امريكا وكندا ياخذوا سيارات ما ياخذوش كل 4 سنين وكل 5 سنين حسب تاريخ التسجيل. فهمتني؟ ياخذوها ديما معلومة مهمة جدا، ياخذوها ديما مثلا صغيرة شوية في العمر ما بين 3 سنين عامين هكاك باه هذايا. طيب. لهنا باش كي يجيب السيارة نتاعو ما يحصلش في العمر تاع السيارة ما يفوتش الوزن الجملي نتاعها 3.5 طن تكون على ملكه. وهذا المعطيات الكل موجودة على الموقع الويب نتاع الديوان، موجود على الموقع الويب شفتوا ثم المعطيات الكل موجودة www.dewan.gov.tn. اي نعم. طيب بالنسبة للطلبة مثلا اللي قراوا لبرا، اي نعم، عندهم الحق في توريد سيارة بعد 6 شهور؟ عندهم الحق مش بعد 6 شهور، بعد عام. بعد عام، بعد عام عنده الحق باش يورد السيارة ويقعد بها لهنا مدة معينة زادة في نظام خاص، وبعد يعاود يصدرها ولا يسويها حسب الطرق القانونية، وهذا مرتفع بالقانون هذا. الإقامة الدائمة مثلا لمدة عام، فوالا مثلا من ضمن الشروط. هاي فهمتني؟ تلقاه مازال ما تحصلش على الإقامة نتاعو، مازال ما تتوفرش فيه الشروط الأساسية باش ينتفع بالنظام هذاك، خاطر احنا عندنا عدة أنظمة، كل نظام عنده خصوصية نتاعو وعنده شروط نتاعو يلزم تتوفر في النظام هذاك. لكن الطلبة ما عندهمش الوضعية نتاع الإقامة معناتها. الطلبة كسوة تحكي لي على طالب تونسي مقيم في الخارج، عمل في ألمانيا عام في بلجيكا في فوالا عمل العام وعنده الحق باش يجيب السيارة نتاعو، وحتى كي ما كملش العام عندك الطلبة وعندك لي فونكسيونير اللي مشاو في إطار التعاون الفني، هذوما الاثنين فيهم خصوصية معينة، قانون قديم شوية سيفري، مي ينجموا ينتفعوا بتوريد سيارات في نظام خاص معين بهمهم. والبعثات الدبلوماسية وغيرها موظفين السنين كيف في الأمم المتحدة، موظفي وزارة الخارجية كيف كيف عندهم عندهم نظام خاص بهم، عندهم سيارة يوردها في إطار العفاء الكلي إثر العودة النهائية، وعنده السيارة اللي يوردها مومونتانيمو في إطار العمل نتاعو يحطها لهنا معناتها بوني بيريود، على خاطر من بعد فما إمكانية باش يعاود يخرج يخدم مرة أخرى لبرا، دونك يعاود يخرجها معاه. باهي. هنا سيد العميد ثم مشكلة أخرى زادة متعلقة بتوريد السيارات وعلى مستوى تسويقها في تونس. أولا على مستوى الناس اللي تبيع في الكراهب تجيبها من برا تبدلها الترقيم نتاعها،
بعد الإجراءات الديوانية بالطبيعة، وثم تسوقها بسعر غالي جدا في وكالات البيع سي مهدي اللي هو الموازي إن صح التعبير، هم عندهم رخصة بطبيعة الحال، وزارة التجارة عم أعطيتهم رخصة سي فتحي. التجارة في السيارات المستعملة. السيارات المستعملة، لكن تظهر وكأنها جديدة. هنا الديوان متاعها مثلا ثم شكون يلوم يقول لك أنا علاش نخلص معلوم كبير برشا على سيارة رباعية الدفع وأضعاف الأضعاف وقت اللي نجيب سيارة صغيرة. ستة خيول مثلا. نعطيك مثال من غير ما نسميه الماركات. ثم سيارة اللي هي متاع عائلية نقولوا احنا سياحي يخلص عليها 10 ملايين. السيارة الرباعية الدفع يخلص عليها 5 ملايين هكاو. علاش هذا؟ هنا أول حاجة فما المعطيات الفنية متاع السيارة هي اللي تحدد الأداءات. مرتبطة بها الأداءات. احنا عندنا مثل نقولوه ديما دون لا مارك 205 اون 25 تيب. هاي؟ دونك طيب. انت تشوفوا الكراب كل يشبه بعضهم وهما ما يشبهوش بعضهم. كان ناخذوا فما سياره رباعيه الدفع جديده موجوده توا على السوق فيها 61 نوع تغزر لهم كل كيف بعضهم وكل نوع ما يخلصش كيما الاخر. علاش؟ خاطر هذيك تلقى البويسونس بتاعها فيسكال مختلفه على الاخرى، ليميسيون تاع سي او 2 مختلفه على الاخرى، اللونغور اصل في الطول ولا في العرض زايده 2 سنتي 3 سنتي تولي تتعدى في تصنيفه اخرى. دونك وكل معطيات فنيه لكل سياره توظف عليها اداءات معينه حسب القوه الجبائيه بتاعها. يعني هنا ثم برام، ثم يعني ثم برام خصائص معينه توضحها الديوانه. مش معناتها سلطه تقديريه. احنا ناخذوها من ليلارغويس، احنا ناخذوها من ليلارغويس نتاع لي كونسيسيونير. طيب. حسب المواصفات الفنيه الدوليه. يعني عندكم جدول معين فيه المواصفات الكل، يعني هنا ما ثماش حيف او شحاف. فما ان ريجل دو كالكول، فما ان ريجل دو كالكول معترف بها زاده دوليا. قاعده احتساب. قاعده احتساب نوظفوا بها الاداءات وناخذوا لي دوني كلهم من ليلارغويس. معناتها مش بصفة اعتباطية، هي بصفة علمية مدروسة ودولية. باهي، فماشي إمكانية أنه قبل ما تشري السيارة تدخل على تطبيقة تابعة الديوانة وتعرف قداش باش تخلص مثلا؟ عندنا تطبيقة في السيت بتاعنا في الموقع الويب بتاعنا في تدخل الريبريك بتاع الأو سيرفيس، عندنا تطبيقة موجودة لاحتساب أداءات موظفة على السيارات، حتى لو كان ما تلقاش الموديل بتاع السيارة بتاعك تقرب شوية بركة، ما فماش ديفيرونس كبيرة في المعدليكة في التاكسيسيون، ما تلقاش ديفيرونس كبيرة بتاع مليون زوز ملايين. فهمتني؟ اما تاخذ فكره على الاقل على الاداءات الموظفه وعلى القيمه المحتسبه لتوظيف الاداء المعاليم والاداءات الديوانيه. واضح. نعود اليك بعد قليل بعد اذنك سي الياس بالخير ممثل الديوانه التونسيه. سي مهدي نواصل معك الحوار. اذا نحكيوا على مساله الجوده الان. السيارات الشعبيه برشا نقائص وبرشا ربما انتقادات، الادق الكلمه الادق انتقادات لمستوى الجوده. كيفاش انتم يعني تتجاوزوا الاشكاليه هذه؟ والله هما سيارات أول حاجة راهم سيارات ذات انتفاع جبائي. سيارة شعبية هذه هي سيارة ذات انتفاع جبائي، مش معناتها فما معامل في العالم تصنع في السيارات الشعبية لتونس. السيارات هذوما يتصنعوا للعالم أجمع، احنا باش نجم نجيبوها تحت الرجيم. يقال يمشوا كان شمال إفريقيا. لا لا مش صحيح، نأكد لك هذا ما يقال. لا نأكد لك، لا نأكد لك، لا واضح. ما فهمش هو يا اخي معمل باش يعمل لك الشمال افريقيا على 1000 سياره باش يعمل لك معمل لتونس؟ معناتها يقول لك سامحني ماركه توقيلاسيون السكان في هذه المنطقه لا يكترثون كثيرا لمساله الجوده. اللي هم هو السعر اعطيه كريهه رخيصه وما يهموش في المواصفات. اول حاجه كما قال سي فتحي تو كل علامه عندها 1000 سياره في العام. طيب حسب رايك معناتها العلامه المصنع باش يعمل لك معمل اللي انت يصنع لك سياره شعبيه؟ لا، معناتها حتى ايكونوميكمون ما تعديش، معناتها ما ينجمش يتعدى المعمل، معناتها باش يعمل لك 1000 سياره لتونس. هذه حاجه. ثاني حاجه هذوما راهم يتسوقوا في العالم اجمع، احنا نختاروا الموديل. اوروبا الشرقيه وامريكا الجنوبيه وغيرها. فما ما نحبش نسمي علامات، فما علامات قاعده تبيع في اوروبا لو ميم موديل. احنا لازمنا نختاروا في الجام. انت مثلا عندك 10 سيارات في الجام نتاعك، يزمك تختار السيارة اللي تطابق السيارة الشعبية اللي هي يزم تكون أقل من 1.2 ويزم بيسانس فيسكال نتاعها 4 خيول. خرجت من زوز الاختيار الأول هذا ما تنجمش. كان جيبها أكثر من 1.2 ما تتعداش، وكان جيبها حتى 1.0 وهي 6 خيول تربو مثلا ما تعديش سيارة شعبية. يقعد الشكل والديزاين يعني مسألة ثانوية في نهاية الأمر. ما هذيك أول حاجة هي هذيك. ومن بعد كما قلت وين تحب تحطها سعر السيارة؟ أنت تنجم تجيب سيارة مثلا كما قلنا بكري من غير راديو، هذه كماليات، تنجم تجيبها من غير ABS، أنت شو تحب تحط
في السياره نتاعك. تمشي لجنه فنيه لبرا؟ هذه حاجه لا بيجر. اول هذيك اللي حابين نقول لك، كل سياره قبل ما تدخل تونس تجيب منها بروتوتيب وتعرضها على السيرفيس دي مين نتاعنا اللي هو في سيجومي باش تاخذ محضر القبول. ومحضر القبول هذا ما يعطيك معناتها سيرفيس دي مين الا ما تجيب 12 كومبوزونت معناتها 12 مكونه من السياره فيهم السيرتيفيكاسيون اوروبيه معناتها مصادق عليه في الفران الديريكسيون. هذه مهم جدا السلامه، هذوما يلزمك تجيبهم، مهم جدا تجيب معناتها السيرتيفيكا نتاعهم للسياره هذيك. دونك هذوما فما 12 معناتها كومبوزون في الكهرباء، يلزمك تجيب الاوراق نتاعهم سينو ما تعديش لومولوغاسيون تكنيك. هذه تجيب سياره، واذا تقبلت السياره وقتها عندك الحق تجيب معناتها الكميات المطلوب. طيب سيماتي، كوكلاء بيع كمدخلين رئيسيين في الحقيقه في هذه المساله ومصنعين ايضا، بشنو توعدوا المستهلك يعني في القريب العاجل على الاقل على مستوى تحسين مستوى اولا تسويق السيارات و يعني اتساع عمليه التسويق، ثم مساله الجوده ومساله السعر. انتم باش تساهموا او باش نجي لوزاره التجاره في هذا المجال؟ احنا اولا نساهموا بخلق كونكورنس معناتها تنافس ما بيناتنا، على خاطر من غير تنافس ما فماش تحسين في الـ في الـ في الـ في الـ في خدمه في الخدمات. احنا حتى اوسي فتحي يعرف اللي كونه حتى الحصص ما همش فيكس في العام، مش انت مثلا عندك 1000 سياره، لا في اوت نعاودوا نجتمعوا والحصص اللي ماهيش مستعمله ولا ما باعش يتنحالوا من الحصص نتاعو، يلزم يجيب. وهذه حاجه اللي اهم حاجه اللي كونه راهو نحبوا الحريف هو اللي يختار، الحريف هو اللي يختار السياره نتاعو، واحنا مانيش قاعدين نجيبوا في سيارات ونخليهم بحذانا، لا نجيبوه خاطر فما طلب، معناتها يلزم يكون طلب مقابل للعرض. نعم، عندك ملاحظه سي لطفي؟ بالنسبة للسيارة نحن هنا نشوفه اللي غياب السيارة التونسية في خضم الأربع خيول. السيارة التونسية موجودة عندنا زوز أنواع ولا نوع؟ موجودة زوز مصنعين، موجودة مصنعين، عندنا مصنعين موجود بالكميات. كميات هو عنده 1000 سيارة، ما هو إمكانية التصنيع نتاعه المعروفة السيارة التونسية الوحيدة الموجودة حسب إمكانياته. إذا كانت توفر عنده، هو عنده 3 أصناف فيهم صنف شعبية، صنف هذاك كي توفر عنده الكميات معناها عنده نجم يتمتع بنفس الامتيازات. والاشكال الكبير الاخر بعد انك ترجع لك، اذا كان مصنع تونسي، وسي مهدي ذكر مساله ارتفاع سعر الصرف وتراجع قيمه الدينار، هنا ما عندوش مشكله نتاع توريد الا قطع الغيار يمكن، علاش زاده اذا كان مصنع ما نعرفش قداش يبيع على الحقيقه، اما يبدو انه زاد تقريبا في نفس المستوى، علاش غاليه؟ سيارة شعبية تونسية غالية لأنه قطاع الغيار الأساسية في السيارة مستوردة، كلها سيارة مستوردة ما فيش يصنع، مش كلها، أما القطاع الأساسي هو فما زوز عوامل، فما عامل نتاع الإيكونومي ديشال معناها قدرته هو على التصنيع، معناها إذا تعرف أنت معمل عنده معناها تكاليف قارة، إذا كان تكاليف القارة إذا كان الإنتاج يكثر تكاليف باش تتقص باش تولي معناها الإيكونومي باش تطيح. هو مشكلته انه المصنع التونسي امكانياته معناها ما ينجمش يصنع بالامكانيات نتاع الشركات الكبيره الاوروبيه، دونك هذا عامل يخليه هو الكلفه نتاعه تكون اغلى شويه، هذا من ناحيه. من ناحيه ثانيه انه في التوريد تقريبا المكونات الاساسيه للسياره يتم توريدها. نعم ايوه تفضل. تقريبا معناها الإمكانية المكونات الأساسية للسيارة ما زالوا يتوردوا معناها. طيب هو لما حنا نحيوهم المصنعين التوانسة الكل في الحقيقة، لأنه كفاءات تونسية وهي مصدر فخر. احنا عندنا بعد قليل استضافة لمؤسسة تونسية ناشئة تصنع الطائرات وتصدرها إلى كل أنحاء العالم، القارات الخمسة، وباش يكون بحذانا ممثل عن الأخوين الكامل سي فؤاد الكامل بعد قليل سيلتحق بنا ونتعرف على هذه القصة الرائعة للنجاح لصناعة الطائرات التونسي. إذن مشكلة قطاع غيار ومشكلة قدرة على التصنيع، مشكلة كلفة، يعني هو ينجم يصنع 40 كهرباء ربما في العام، وقت اللي السوق تطلب يمكن 1000 كهرباء، واضح ربما علاش هو ارتفاع السعر. تفضل نرجع لك. خلف غلاء الاسعار نتاع السيارات الشعبيه غلاء قطاع الغيار نتاعها، هنا زاد التونسي قاعد يتدمر برشا من غلاء قطاع الغيار. اذا كانت تمشي الاصليه
تلقاها غالية، وإذا كان تمشي للمقلدة ولا الأدابتابل ولا تلقاها زادة كيف كيف، ثم فيها مشكل جودة ومشكل آخر. طب عليك وزارة التجارة ما تتوجه على الموضوع هنا. قطاع الغيار في تونس يشهد نسق تصاعدي، يعني تسويقها يشهد نسق تصاعدي كبير، الغلاء برشا فيه، وهنا زاد كيف كيف يولي ثمن السيارة التونسي يقعد يعاني فيه 4-5-10 سنوات حتى لين العمر الافتراضي نتاع السيارة يدفعها مرتين وثلاثة. نعم، هو راهو نفس الإشكال اللي نحكيه على سيارة ولا قطاع قطاع غيار سيارة. الإشكالية هو في الحقيقة، هو الإشكالية هو في سعر الصرف اللي كل شيء، كل جميع المواد تقريبا الموردة حتى كان نضغطوا على المعاليم معناها تبقى عالية لأنه سعر الصرف كبير. يعني فهمنا اللي هو تقريبا 30 مليون تقريبا سوق، كان ما ارتفعتش الأسعار ولو ارتفعت بشكل قياسي في سنوات قليلة وقصيرة الحقيقة. هو سينجح، احنا اقتصرنا على الجانب التوريد ونسينا راهو كلفة الاقتراض كما حكى سي لطفي زاد كبيرة، راهو معناها ماهوش باش ياخذها ب 29، معناها هو كلفة الاقتراض، الكلفة الحقيقية للسيارة أكبر برشا، معناها كلفة الاقتراض كبيرة. كنا سنتحدث عن موضوع الإطار التشريعي اللي هو في الحقيقة ينجم يعاون برشا على إصلاح هذه الوضعية الخاصة بالسيارات الشعبية وحتى السيارات المستعملة في الحقيقة اللي هي فوضى كبيرة تشهدها السوق. هل هناك توجه نحو إعداد قوانين جديدة في هذا المجال؟ إذا كان نحكيه على قطاع السيارات بصفة عامة، هو قطاع السيارات يخضع لكل الشروط، المسائل التنظيمية على مستوى كرة الشروط، أنه الكرة الشروط خطر ما تحينش تقريبا منذ سنوات، تقريبا أكثر من 20 سنة إذا كان ما خلتنيش الذاكرة، يلزم تحينه ويلزم من التصورات أنه نفصله بين معناها نشاط التوزيع والتوريد ونشاط التصنيع، معناها زوز أنشطة مختلفة على بعضها، مش يعني صناعة وتجارة في نهاية الأمر. وبالنسبة للسيارات الشعبية ما زال هو كتعدى 2019، وكما تعرف القوانين تاخو مع مجلس النواب اخذت برشا وقت، وحتى التصورات نتاع الوزاره ما كانتش هي المعلقه الان، يعني الاعمال نتاعو في الاطار هذا شو نجموا نعملوا كوزاره التجاره، وانتم الحقيقه جهد كبير قاعدين تقوموا به في هذا المجال على مستوى تنظيم السوق، سوق التوريد وايضا مساله التوريد والسوق الداخليه الحقيقه اللي هي لو كنت تحدثني عليها شويه سي فتحي، لانه الاسواق اللي هي شبه تقريبا عشوائيه تشهد يعني ارتفاع صاروخي يمكن ساعه والناس كل لحظتها في نهايه الامر في السنوات الاخيره، انه السيارات القديمه ولات تضاهي السيارات الشعبي في سوما، علاش هذا؟ هو القطاع السيارات فيه زوز اصناف، فما اصناف السيارات الجديده اللي هو قطاع الحقيقه منظم، الوكلاء معروفين، ناس منظمين على مستوى اللي هم يجيبوا من برا ويبيعوا بالغالي، وفما اللي ينشطوا في المجال معناها السيارات المستعمله اللي هو قطاع شد في فتره معينه بعض الانفلات، وتورى والوزاره معناها في فتره معينه حرصت عليه، وتم تقريبا بصفه ما نقولش كليه ما تم تنظيم مازالوا المضاربين القشارة، يعني المواطن يمشي ضحية، يعني يمشي نهار الحد ولا السبت، يعني أولا يسقط ضحية الجودة، سيارة تلقاها معطوبة اكسيدونتي وغيره من المشاغل، أو ضحية التحيل. احنا ما عندكمش مراقبين انتشروا في الأسواق؟ احنا مجال المراقبة متاعنا في الـ معناها في بالنسبة للقطاعين هذوما، معناها اللي هو القطاع المنظم، القطاع السيارات الجديدة، الوكلاء والوكلاء البيع السيارات، التجار في السيارات المستعملة. نعم، بس فتحة المشاهد باش يخرج في الحصة دي، شنو نقولوا للمشاهدين على مستوى خاصة السيارات الشعبية اللي هو موضوع الحصة الرئيسي لي؟ أنا نحب نقول إنه بالنسبة للسيارات الشعبية الحقيقة احنا راهو نعيش نفس الضغط، لانه في فتره معينه الشريحه هذه كبرت برشا مع 2019، معناها ولات 10 مرات الاجر الصناعي الادنى المضمون، والشريحه كبرت، معناها كبرت والضغط اكثر، ورغم انه بالتوازي مع الاجراء هذايا احنا ضاعفنا العدد نتاع السيارات الشعبيه ل 10000 سياره، لكن المشكله ما تحلتش، معناها والقوائم راهي في الاخر فما قوائم فيها جانب معناها راهو وهمي، لانه نفس المواطن يسجل في 4-5، معناها يمكن جانب تنظيمي يقول لك انا نجرب حظي،
اي ما هو تظهر في الاخر قوائم معناها قائمات معناها كبيره معناها تظهر قائمه مش يعطي الخوه ولا الام ولا البوه مثلا اذا كان هو الزوجه حق. فقط هو الزوجه يتمجب زوجته فقط ما ثماش امكانيه انه تراجعوا الموضوع هذا لانه ولا مش من اطار عائلي في الحقيقه زاد ما هو علاش العائله ما تنتفع علاش لا هو في الاخر معناها تنظيم القطاع هذا على المستوى الاجرائي منظم بمقرر من وزير التجاره مازال كتحين هو المقرر ما عندوش برشا علاش ما يطرح اذا كان هذا يحل مشاكل يطرح قائمه سواق السيارات الجايه من برا كما مضى بينا وزاد وزاره التجاره توسع قائمه كما ديوان اذا كان انت ما في حالكش ولا ما جاتكش ربما سنه في قرض ما عطاوش قرض علاش ما تعطيهاش الخوف والله انا شخصيا معناها راه نجم معقول جدا العمل معقول ملاحظه اخيره سي فتحي بعد اذنك ثم شكون يقول انه واحنا نشكر وزاره التجاره في الحقيقه على الجهد الكبير اللي تقوم فيه في تنظيم هذا القطاع يقول لك يصوتيو في القائمات وفي الاسامي مثلا دار الف او باء تقول لك جات السياره بتاعك في وزاره التجاره صحيح الموضوع هذا ولا لا نحب نثبت منك انا هو يصوتيو معناتها مثلا ياخذوا انت سجلت نهار 30 مارس وما مشيتش خذيت السياره نتاعك واللي سجل نهار 1 افريل اخذها نحاوك انت واعطاو له 1 افريل اجرائيا مستحيل معنا لانه احنا يصير دفتر ياخذوا الاوبيراتور الوكيل من عند الوزاره فيه مصادقه من الوزاره في كل الصفحات نتاعو والتسجيل يتم معناها على حسب الاقدميه معناها حسب الاقدميه اللي عنده الاقدميه هو الوقت اللي معناها يستكمل الملف نتاعو ويرجع للوزاره يتم التثبيت بين الدفتر هذاك اللي كان عند الوكيل وبين القائمة التسجيل عند يعني في كنف الشفافيه التامه بالنسبه للعمليه هذه بالنسبه للعمليه هذه في ما فيها حتى اشكاليات معناها اشكاليات ما فيهاش يعني ربما تجاوزات خلينا احنا على مستوى الوزاره يتم بالشكل هذا معناها منظمه القائمه يجي حسب الاولويه واللي عنده الاولويه هو اللي هو اللي ياخذ السياره اذا كان ما اذا خطرت سيت ايزيتاسيون راهو يصيروا برشا بالضبط يجيك معناها ياخذ في السياره هذه ولا تثبت فيه من بعد تلقاه خذا في نوع واحد اخر هو المساله فيها فراغ في التنسيق بين الوزاره والوكلاء يمكن حتى نخمم حتى في رقمنه الاجراء هذايا باش القائمات الوهميه هذه تتنحى وباش الناس اللي خذات معناها سيستيماتيكمون يتنحى من لا تفضل اي حكينا فيه الموضوع هذايا خاطر تو اليوم معناتها مثلا عندنا 10,000 حريف باش ياخذوا سياره شعبيه كان 10,000 هذوما يقيدوا في العشره وكلاء يوليو 100,000 ما هما قالوا لكم هما كان 10,000 يوليو 100,000 شو معناتها؟ ما عنديش يجي يقيد في العلامات الكل واللي باش يعيط له الاولاني يمشي ياخذ سيارته يوليو 100,000 من واحد مقيد وهما 10,000 قدامك فما بالك اذا هما 100,000 يقول لك زاد من الحق يا نسيم نعرف هو باش نقول لك الحل العاد لا قاعد نبسط في العمليه ونفسر لك علاش علاش اللي سيت هذوما كان هما 100,000 حريف يقيدوا في شو اللي يوم مليون قلنا مع وزاره التجاره من غير ما يهمنيش معناتها في الحريف هذا انا علامه خذاء اي واحد يخرج له قرار يبعثونا كيما ليست نحيوهم من الدفتر نتاعنا واضح يولي يخلي الطريق اللي بعده خاطر احنا مثلا في كوكلاء نجيو مثلا نبعثوا ل 300 الاولاني ونقعدوا نستنى هو تلقى خذا كهرباء ولا منهم 50 ولا 70 خذا كهرباء ما يجيكش خاطر خذا كهرباء معناتها خذا قرار سيء واحنا وزاره التجاره ساعات يمكن مثلا كما قلت انت سيادتك قولوا شبيك نقزت هذوما 50 ولا 60 هذوما شبيهم ما جابوش الدوسيات نتاعهم نقولوا راهم ما جاوش نفهموا اللي هما خذاو في علامات اخرى ما اتصلوش بهم تقولوا شنو معناتها في شكل صبر اراء صغيره عم تقولوا مش تاخذ ماكش تاخذ على الاقل انتم تحدوا لا احنا نبعثوا لهم يا اما ليتر كوموندي يجاوبوكم العباد والا نبعثوا اس ام اس يجاوبوا شنو يجاوبوا لا ما يجاوبوش يجي احنا تبارك الله كي نبعثوا مثلا 500 واحد يجي مثلا 300 اي معناتها اذا الاخرين ما جاش هو خذا سياره اخرى ما احنا ما نعلموش وتمروا لين بعد نمروا لين بعد اما وزاره التجاره تقول لك هذوما شبيهم ما جاوش قولهم راهو بعثنا لهم. باهي سؤال مهم نختم به معاك سي مهدي ونحن نشكر كل وكلاء البيع الحقيقه على الخدمات اللي يقوموا بها ان شاء الله تنظم اكثر العمليه الحقيقه وان شاء الله المنطق الربحي ما ياثرش برشا على المنطق الاستهلاك ومنطق القدره الشرائيه نتاع المواطنين. مساله التصنيع نتاع السيارات مهم جدا، علاش عندنا 2 مصنعين وقت اللي انتم غرفه لاهين بالمصنعين واللي يبيعوا. واضح.
اول حاجه احنا كوكلاء كنا معناتها الاوريجين، معناتها كنا في كيفاش تقال الاوريجين، معناتها احنا كنا في سبب باش تخلق ان تيسيو سباقين باش تخلق ان تيسيو نسيج نتاع اندستري ميكانيك في تونس. اي نعم. معناتها توا اليوم نحكيو على ممكن معناتها يجي 100 ولا 150 مصنع قطاع غيار يصدر، هذا يغطي 4 مرات ولا 3 مرات ونص الامبورتاسيون تاع السيارات. معناتها راهو 41% ما عادش كان صحيح ولا لا الشيفر مازال صحيح ولا اكثر، 41% من صادرات تونس هي من قطاع الغيار سيارات. معناتها ترجع لنا نعاودوا نشريوها بالديفيز، قلت نبيعوها بالديفيز. اي قلت 4 مرات. أي. لا قلت 4 مرات، معناتها تغطي 4 مرات 3 مرات ونص الامبورتاسيون بالعكس معناتها اكسيدونتير. هذا باش نقول لك اللي كونوا الوكلاء كانوا هما جابوا لي انفستيسور هذوما وجاو اليوم تعرفوهم معناتها باش لازم نسميو الاسامي، موجودين في تونس ويشغلوا في اكثر من 28 الف مواطن في تونس. هذه حاجه. اليوم مصنع باش تجيبوا يعمل معمل صحيح، معناتها ما فماش كان زوز، راهو فما 4 ولا 5 مصنعين تاع سيارات وفما الشاحنات وفما الكيران وفما معناتها فما ما فماش كان زوز برك في الغرفه. اليوم كان بتحب تجيب واحد يصنع سيارات لازم المارشي يكون كبير، احنا تونس صغيره راهو. معناتها كي بتجي تعمل اي اقل معمل 300 مليون دولار معناتها 1000 مليار باش تجي مش يصنع كان لتونس، لازم يصدر ويزم على الاقل البلاد هذيك تكون فيها مارشي كبير اللي هو خاطر يصنع ويبيع في تونس والباقي يصدروا مش بالعكس. هو القطر الليبي بحذنا اي امكانيه التصدير، تشاد، نيجر عن طريق البر يعني مش ما مسحقوش حتى مثلا نقل بحري لهنا يعني بصراحه يعني اذا كان ثم الاراده متوفره سي مهدي من اجل النهوض بالصناعه التونسيه في مجال السيارات الحقيقه ما نجمو نغطيو حتى ما نقعدوش سنه واحنا سياره شعبيه 5 سنين. الناس الكل احنا قاعدين نحاولوا باش نجيبوا ان شاء الله اللولاني اللي يجيب مصنع لهنا يكون هو الفائز، احنا مضبين معناتها اما تبقينا فما دي بارام معناتها فما حاجات يلزم تكون موجوده، معناتها يلزم تكون موجوده طيب. يلزم تكون مثلا فما كما قلت انت يلزم فما التسويق معناتها معناتها بالميناء باش نجم تخرج اليوم الميناء ما معناش ميناء اللي نجم يهز 1000 ولا 2000 سياره للتسويق. للتسويق سي مهدي احنا اللي نتمناه انه كما قلت من حقكم تربحوا من حقكم يعني تعملوا تجاره، لكن ايضا ما فيها باس نخموا في اقتصادنا الوطني، اكيد انتم ناس وطنيين بالحقيقه وتساهموا في دفع الحركيه الاقتصاديه على الاقل من اجل خلق سوق للسيارات. عندك كلمه قبل ما نجي أيه. لا هو كما قلت سيتك معناتها بيان سور احنا نحبوا كان شركات رابحه اللي تخلص في الاداءات نتاعها، معناتها ما نحبوش شركات خاسره ترد في الخدمه، نحبوا العباد اللي تخلص في السي ان اس نتاعها، تخلص في الاداءات، تخلص في التي في ا، خاطر الدوله حاجتها بالموارد هذه. دونك ماهوش عيب معناتها باش واحد يربح الفلوس، عيب كي تربح وما تخلصش طبعا لا في اطار المنافسه طبعا. لا انا حاب نقول لك عيب كي تربح فلوس وما تخلصش، هذا هو هذا هو هذا هو هذا بيت القصيد. الناس تقول تحكي على 50% من الاقتصاد هذا هو هذا هو لازم يدخل ويمنعنا الثقافه بتاع يعني دفع الجبايه نتاعك حتى لين العجله الاقتصاديه ترجع تدور. وماهيش مزيه على خاطر ماهيش مزيه واجب تستعمل واجب خاطر تستعمل في ادوات الدوله اللي هما الصحه التعليم الضوء البلديات والوزاره. شكون معناتها كان متخلص اداءاتك شو مش خلص؟ اي نعم. اذا نختموا معك هذا الجزء الاول. في الحقيقه سيد العميد الياس بالخير يقول لك ديما يقول لك تعدى بالديوان، لازم تعدى بالديوان. المرور بالديوان اجباري الان، عندكم شي اجراءات جديده من اجل تيسير دخول هذه السيارات للتونسيين بالخارج اللي هم قاعدين يشوفوا فينا وتحيه لهم. التونسي بالخارج اللي يرغب باش يورد سياره من الخارج في اطار العوده النهائيه نتاعو ولا في اطار التوريد المؤقت عنده دو فولي، يا اما مش يبعثها بار كونتينر ويجي يتسلمها في برط ميناء رادس ولا ميناء اخر، او باش يجي هو عن طريق الباخره ويهبط على حق الواد ومش يتعدى بها ديريكتومون. دونك كيما قلت لك لازمها تكون على ملكه السياره باش ما يصيرش اي اشكال، خاطر فما الناس يجيو بك السيارات تاع الشركات اللي يخدموا فيهم ياخذ ترخيص باش يسافر بالسياره، فهمتني؟ فما الناس تجيب بسياره مش نتاعو نتاع صاحبه نتاع قريبه، فهمت؟ دونك يعمل له الترخيص مصحح في السفاره ولا في القنصليه باش ينجم يسافر بها ويستظهر بك الوثائق تاع السياره ويسجلها على جواز السفر نتاعو ويعدي تتوفر فيه الشروط، نمنحوه هيك المده المؤقته باش يعدي بها الفاكونس نتاعو، واذا ناوي باش يسويها في اطار العوده النهائيه فما زوز حاجات، يا ما يختار نظام الاعفاء الكلي ما يخلص عليها حتى شيء ويسجلها في السلسله التونسيه نونتا ار اس
نظام توقيفي، أو يخلص عليك ال 25% وتقعد عام نظام توقيفي ومن بعد ياخذ عليها رفع اليد وتسجل في السلسلة التونسية. بالنسبة للزوجة أيضا، قبل كانت السيارة بارفوي، تولت بار بيرسون، كل شخص كل تونسي مقيم في الخارج عنده الحق في سيارة في إطار الإعفاءات هذه الممنوحة. طيب. للتونسيين المقيمين بالخارج، وكل سيارة كيف تجي المنتفع بالامتياز هذاك عنده الحق باش يرخص عن طريق الديوانة للأباء والأبناء والأخوة والأخوات لسياقة السيارة. واضح. سؤال أخير. سؤال ما قلتش اللي نجم يشريها من عند الوكيل زاد بالدولي. نجم يشريها. نجم يشريها مع سلطون. مهم جدا. نجم. ثمش إمكانية بعد هما يعني الكراه بالبرة جدد يبدأوا حتى تبدأ قديمة شوية. ثمش نية في الترفيع من 5 إلى 7 سنين مثلا. العمر. رجل الله. كانت 3 ولا 5. كانت 3 ولا 5 ثمش إمكانية للسبعة. لأنه حتى كجينا الحقيقة جينا من برة سبعة جديدة تسمى. هي مربوطة بعد الاعتبارات، من ضمنها أنه نحافظوا على الكهرباء تكبر، تعرف اللي نقولوا احنا اللي زين مود بتاع السلامة بتاعها ينقصوا. فهمت؟ ماذا بينا ديما خموا على سلامة المواطن من ناحية، وفما زاد المنظومة بتاع تجديد الأسطول في تونس زاد كيف كيف، نحبوا أسطول جديد ما نحبوش قديم. فهمتني؟ أنا كراب عمرها 40 سنة تولي فما تكاليف كي يقدم زاد، معناتها كل شيء مربوط ببعضه. واضح. شكرا لك سيد العميد الياس بالخير ممثل الديوان التونسي سي فتح بدور مدير بوزارة التجارة تنمية الصادرات، ونشكر وزارة التجارة على تعاونها مع البرنامج. الحقيقة كل ما نطلبوهم إلا ويجينا ضيف، بارك الله فيهم. مكتب الاتصال خاصة سي مهدي محجوب ناطق رسمي باسم الغرفة الوطنية لوكلاء بيع السيارات ومصنعيها وسي لطفي الرياحي، عندك التزام باش تغادرنا. شكرا ليك. والآن نواصل، تبقوا معنا ضيوفنا الكرام، مرحبا بكم. مازال عندنا تقريبا 10 دقائق في البرنامج مع فقرة أخرى، لكن قبل استضافة السيد فؤاد الكامل للحديث عن شركة تونسية ناشئة ستارت اب، والآن هي ولات احترافية حقيقة عالمية في صناعة الطائرات، نتابع أبرز عناوين الصحف ثم نعود. جولتنا عبر أعمدة الصحف نستهلها بجريدة الشروق التي توقفت عند آخر تطورات ملف المفاوضة الاجتماعية لضبط اتفاق الزيادة في الأجور، وعنوانات الطبوبي رئيسة الحكومة وسيطة في المفاوضات لا غير. ونقلت الصحيفة تصريح الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نوردين الطبوبي بأنه يجب الأخذ بعين الاعتبار الواقع العالمي والمواقف الدولية التي لها تداعيات مباشرة على تونس. سعيدان، المحادثات مع صندوق النقد الدولي متوقفة تماماً بسبب الوضع السياسي، هكذا عنوانت الصحيفة الإلكترونية الشارع المغاربي مقالها. وفيه جدد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان التأكيد أن الوضع السياسي يؤثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي في الداخل وفي الخارج، انطلاقاً من مؤسسات الترقيم السيادي التي تقيم قدرة الدول على تسديد ديونها. من جهته سلط موقع إذاعة موزايكا فام الضوء على قطاع الصحة وتدني الخدمة الصحية وكتبات قطاع الصحة فساد وهيمنة مخيفة للخاص في امتلاك الأجهزة الطبية. أما الصحيفة الإلكترونية بيزنس نيوز عربي تطرقت إلى إضراب أعوان شركة السكك الحديدية بسبب عدم خلاص رواتب شهر نوفمبر. من جانب آخر أوردت وكالة تونس إفريقيا للأنباء برقية تحت عنوان منتدى التعاون الصيني الإفريقي يدعو إلى مزيد دعم الدول الإفريقية مالياً وإنمائياً. وأوضحت البرقية أن المنتدى دعا الدول المتقدمة إلى التنفيذ الكامل لالتزاماتها في مجال المساعدة الإنمائية تجاه البلدان الإفريقية ومساعدتها على الصمود أمام التغيرات المناخية. أما في المواقع العربية، نشر موقع سكاي نيوز عربية مقالاً بعنوان تقرير يكشف الدولة الأكثر مساهمة في المخلفات البلاستيكية. وذكر التقرير الذي قدم إلى الحكومة الفيدرالية أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الأكبر مساهم في المخلفات البلاستيكية.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، نواصل معكم هذا البث المباشر من الوطنية الأولى بعد معرض الصحافة الاقتصادية. الآن سعداء جدا باستضافة السيد فؤاد الكامل، وهو شريك في مؤسسة صناعية دولية كبرى هي في مقرها في البرجين. مرحبا بك، جيتنا من البرجين الآن. أهلا وسهلا سي فؤاد. مرحبا، شكرا. مرحبا بكم، وتحية لأخوك سي فريد اللي هو شريكك في هذا المشروع. شريكي وبعض الأصدقاء الأخرين. وبعض الأصدقاء الأخرين. هات قبل ما نشوفوا هذا الروبورتاج اللي أجريناه في الشركة، حدثنا بعجالة على المشروع. 100% تونسية، كانت شركة إيطالية ولدت تونسية من عام 2014 لصناعة الطائرات. الشركة ذي تصنع في نوعين من الطائرات، طائرة بالأليف الكربونية وطائرة بالألمنيوم ذات مقعدين أربع مقاعد، وتصدر الحمد لله للعالم الكل، يعني قاعدين يشتري معنا في الطائرات هذوما. فكرة كيف جيت؟ واجب. مهم جدا. واجب. جميلة هذه الكلمة. مسؤولية تاريخية بالنسبة لنا احنا كمهندسين، انه نبدل الواقع، انه ما عادش خليو تونس استهلاكيه تشتري في السيارات ولا كذا، لازم تولي تونس صناعيه تصنع وتبيع، تصنع بالدينار التونسي وتبيع بالدولار او باليورو، لانه هذاك هو الحل الوحيد يعني لبلادنا، ما عندناش حتى حل اخر. دونك علاش خذينا احنا الواجب هذايا وانطلقنا في المشاريع هذه. مثلا مش خير من الصورة هي في الحقيقة تورينا هذا المشروع الهام. أدعو ضيوفي الكرام وأيضا السادة المشاهدين إلى متابعة هذا الروبورتاج ثم نعود. مشهد من إحدى ورشات تصنيع الطائرات التابعة لشركة مختصة في تصنيع الطائرات الخفيفة لباعثين شابين بمنطقة البرجين من ولاية سوسة، شركة اختصت في صنع الطائرات الخفيفة إما للاستعمال الشخصي أو السياحي منذ حوالي 15 سنة، حتى أصبحت طائراتها منافسة لطائرات البلدان الرائدة في مجال صناعة الطائرات. أول حاجة نجم نقول عليها لها شركة تونسية 100%، الأولى عربيا وأفريقيا في صناعة الطائرات، الطائرات الخفيفة بالضبط. يعني احنا كشركة نصنع في نوعين من الطائرات، طائرات مصنوعة بالألمنيوم وطائرات مصنوعة بالألياف الكربونية. طائراتنا قاعدين نروجوا فيها في العالم أجمع في الخمسة قارات، نحكيوا على طائراتنا قاعدة تطير في أوروبا، في فرنسا، في أوكرانيا، في بلجيكا، إسبانيا، كيف حتى في أمريكا، في جنوب أمريكا زادة. استعملت طائرات متاعنا في مجالات متعددة، تنجم تكون طائرة ذات استعمال شخصي في أوروبا ولا في أمريكا، العديد من الطيارين عندهم طائرات متاعهم الخاصة باستعمال شخصي، فما الاستعمال بتاع العمل الجوي كما نقولوا الرش الفلاحي، المراقبة والتصوير الفوتوغرافي، ولا حتى المسح ثلاثي الأبعاد. طائرات تتمكن من نوع هذا من العمل الجوي. عندنا أربع أنواع تاع طيارات، منهم الـ أوت ومنهم الـ باس، هذوما يعني يساعدوا كل أنواع البيلوت. الباس اللي هما يخدموا لي جو أكروباتيك، يعني كما نعرفوا يعملوا دي موفمون في الهواء، يتشقلبوا بهم، يخدموا بهم في اللي فيستيفال، دونك مطلوبين برشا لبرا، هذا بخلاف إنه البريم تاعهم بارابور لي كونكورون بطبيعة في تونس يعني شكون البري أقل شوية. منهم زادة الرفاهية، الطيارات هذوما مطلوبين خاطر على الكونفور نتاعهم، خاصة في لي لونغ ديستونس، يعني يمشيو حتى 1400 كيلومتر على فرد ريزيرفوار، يعني يهزوا ديستونس كبيرة. منهم زادة فما لي دو بلاس وكاتر بلاس، كل ما هو إتيود، كل ما هو خدمة تصنيع، كل ما هو تركيب يصير لنا تيست، كل شيء زادة يصير لنا. والبرا كيف ناخذوا لي سيرتيفيكاسيون باش الطياره تولي تنافس الطيارات البرا. بالنسبه للطياراتنا عندهم نظام حمايه قوي على الاخر، فما باراشوت، دونك راكبه في الطياره البيلوت يحس باي خطر عليه هو ولا على الطياره، دونك يحل الباراشوت هذيك الطياره كلها تهبط بالباراشوت. هذا النموذج لطائرة برمائية لا زالت بصدد الدراسة لتطوير خاصياتها في إطار مشروع تراهن عليه الشركة التي نجحت في استقطاب حرفاء من القارات الخمس. كما تشوفوا رانا الطيارة هذه طيارة برمائية، هي مشروع جديد قيد الدراسة. الطيارة هذه اللي نرى فيها قدامنا طارت، وصلت لإيطاليا، عملت 11 ساعة فول ورجعت. طيارة كاملة بالإنسترومون بالموتور وكل شيء، ما تفوتش 340 كيلوغرام باش نوصلوا معناها نتحصلوا على لي سيرتيفيكاسيون تاعنا لبرا.
كيف بالنسبة للطيارات هذوما اللي هي برمائية حكينا عليها، تنجم تمشي على بيست 150 متر وتطلع، وإلا في الماء تطلع يعني في بحيرة ولا في. بعنا طائرات في أمريكا، أستراليا، باكستان، شركة الطيران الجيبوتية مش ياخذوا من عنا طائرات باش يعلموا بهم الطيران في جيبوتي. عنا حرفاء في باكستان، في أمريكا، في أستراليا، في البرتغال. الحرفاء يتصلوا بنا عن طريق الإيميل أو عن طريق السيت ويب بتاعنا أو عن طريق الممثلين بتاعنا اللي في بعض البلدان. طائرة تونسية الصنع والمنشأ تحلق في مختلف بلدان العالم في تجربة أولى من نوعها في إفريقيا والعالم العربي، بكفاءات تونسية 100% في صناعة الطائرات الخفيفة، على أن تخوض تجربة جديدة في صناعة الطائرات البرمائية. البرجين لبرنامج تونس الاقتصادية، نورة حسن. نشكر زملائنا بوحدة المنسير التابعة للتلفزة التونسية على هذا الروبورتاج. سي طبعا فؤاد، قداش تشتغلوا من مهندس في الشركة نتاعكم؟ تقريبا عندنا 8 مهندسين في الشركة نتاعنا. خريجي الجامعة التونسية. خريجي الجامعة التونسية طبعا، صار من دول تأطيرهم من عند ديزكسبير يعني، من العالمين من إيطاليا من فرنسا، ولليوم يعني نحتاجوا النو هاو باش يتعلموا المهندسين نتاعنا والتقنيين نتاعنا باش نطوروا، خاطر ديما قاعدين نطوروا في الصناعات نتاعنا، وقاعدين نتعداو لحاجات اقوى برشا كما الدرون، طائرات بدون طيار، كما نحطوا الذكاء الصناعي في طائراتنا. لكن المهندسين نتاعنا توانسه 100% والتقنيين كذلك. الطلبات احنا شفنا في الروبورتاج من مختلف دول العالم تقريبا، قادرين انك تلبيوا الطلبات هذه كل؟ لازم لازم لازم، لانه افريقيا توا سوق كبيره برشا تحلت، مازلنا كي حليناها عندنا تقريبا شهرين من اللي حلينا السوق الافريقيه، طالبين طائرات للتعليم. عندنا توا 7 طائرات يعني، طلب بتاع 7 طائرات في امريكا. اذا يعني لازم قاعدين نجاوبوا في الكليونات بتاعنا في العالم الكل. اي نعم. طيب بالنسبة إلى موضوع قطاع الغيار، ما عندكمش مشكلة في هذا المجال؟ احنا نصنع في انتم تصنعوا؟ احنا نصنع في، هي الطيارة الواحدة فيها 3500 قطعة. اي نعم. تقريبا 90% يتم تصنيعهم في عندنا احنا في المصنع بتاعنا، أو في تونس يعني، في عدة شركات تعمل في سلطة المصنع. هي شركة دولية الآن، شنو طموحاتكم هنا؟ أنت وسي فريد طبعا، سي فؤاد أنت أخوي. الطموحات نتاعنا كشركة، أنه أول طموح أنه هو طموح يعني أنه نأثروا في تونس، نأثروا في شباب تونس، نأثروا في الاقتصاد بتاع تونس، تخليوا الناس يعني تعمل كيفنا وتعمل معنا، ولا ننهضوا بالقطاع الطيران في تونس. شنو تطلبوا من الدولة؟ أنها تفيق، انها تعرف انه فما ناس في تونس نجم يصنعوا، انه الحل الوحيد لتونس هي انه نركزوا على الاقتصاد ذي، صناعات ذات القيمه المضافه العاليه، نقصوا من ما عادش فكروا بالاستهلاك يعني، شوف شويه مشاكل نتاع الاستهلاك يعني، قوانين وكذا وكل شيء. لا، الحل راهو الوحيد، مش الحل الوحيد انه نقويوا في التصنيع، انه نصنعوا في تونس ونصدروا للعالم الكل، انه مارشي نتاعنا يكون للعالم الكل، ووقتها من بعد يجي الحل يعني. كي الشهريه نتاع التونسي تطلع 2000 دينار و 3000 دينار نتاع التقني، يجي الحل. خلق الثروه، هذا هو. نعم. توجيه الثروه، لان الثروه نتاعنا الثروه موجوده، الثروه موجوده لكن مستعمله من عده شركات. طيب. عالميه. شكرا لك، مرحبا بك. مرحبا بك، ان شاء الله في استضافات اخرين. شكرا. ها جي انت والاخ يعني سي فؤاد سي فريد بالطبيعه، مرحبا بكم، تحيه لكل فريق العمل معكم في هذه الشركه. نختم مشاهدينا الكرام ببعض المؤشرات المتعلقه بالسوق الماليه. نمشيو الى بورصه تونس، تراجع مؤشر تيونانداكس بنسبه 0.8% حسب حجم التداول يعني بالنسبه لهذه الحصه، بطبيعه الحال في حدود 7019.96 نقطه، والارباح منذ بدايه السنه 1.96%. المؤشر اللي يخص سعر صرف الدينار التونسي 2.8 بالنسبة للدولار و3.2 بالنسبة للأورو.
المؤشر اللي بعد، النفط الخام 67.82 دولار يعني في السوق الدولية، ونفط برنت 70.83 دولار في السوق الدولية. بالنسبة إلى الذهب الغرام عيار 18 122.61 دولار، وغرام ذهب عيار 24 163.48. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحصة مشاهدين الكرام. شكرا لكل ضيوفي الكرام، شكرا لكم مشاهدينا ولكل الفريق العامل معي هذا المساء. إلى اللقاء.